أي بحث علمي ينطلق من مشكلة، لابد أن ينطلق من مشكلة حقيقية موجودة في المجتمعات التاريخية، المجتمعات المتحركة، المجتمعات دائما تتطلع وتتشرف وتريد أن تحقق ذاتها، وبالتالي دائما تريد الثورة الصناعية في أوروبا. نجد أن التربية أصبحت انتقلت من قضية تهم الفرد إلى قضية اقتصادية بالدرجة الأولى. هذا مفهوم التربية، مش مفهوم المشكلة التربوية، تلون بتلون المستعمر. المنظومة التربوية عندنا يأتي من الخارج، قرارات تأكيد من الخارج وبالوكالة عن طريق هذه النخبة النافذة في الحكم، استقطاب أو استيعاب هذا ما يحدث على المستوى السياسي والاقتصادي، على المستوى الأيديولوجي إذا صح التعبير.